نزل ربي القرآن يرل الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حياكم الله إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم الميسر في التلاوة. مقرر التلاوة لهذا اليوم بإذن الله تعالى سورة السجدة من مطلع السورة إلى الآية التاسعة، تابعوا معنا وبعد إن شاء الله سنستقبل مشاركاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كما تابعتم معنا من مطلع السورة للآية التاسعة من سورة السجدة، أول مشارك عندنا إلياس خالد من العراق، تفضل يا شيخ إلياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء
إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم من كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا إلياس ونفع الله بك. طيب أبو إلياس من العراق تفضل يا أبا إلياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك أبو إلياس نفع الله بك. لكن عندنا بالنسبة للغنة مقدار حركتين من نذير من قبلك، فالغنة مقدار حركتين. جزاك الله خير ونفع الله بك. طيب شيماء نصير من الأردن تفضلي يا شيماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا شيماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم ما لا أتاهم هذه مش ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة
ستة أيام ثم استوى على العرش. الغنة. في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. جزاك الله خير شيماء، ما شاء الله تبارك الله ونفع الله بك. طيب علي نصير من الأردن، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. أفلا تتذكرون، في تائين. أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل كل شيء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا علي ونفع الله بك، ما شاء الله تبارك الله. عمر نصير من الأردن، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا عمر ونفع الله بك. طيب فاطمة، تفضل يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. لا، مش آ، مش ألف، ألف، ألف لام. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه،
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك فاطمة ونفع الله بك. طيب عائشة نصير من الأردن، تفضل يا عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك عائشة ونفع الله بك، جزاك الله خير. طيب محمد جعفر من النيجر، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما فخم الراء لتنذر راء فخم الراء استعلب اللسان في الراء لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. حسبك يا شيخ محمد، جزاك الله خير. علي نايف واصل من يدبر الأمر، تفضل يا علي. علي نايف. وعليكم السلام ورحمة الله. اقرأ من قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم
يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بارك الله فيك وقال هو المقرر لا تشكرون لا التاسع بارك الله فيك جزاك الله خير ونفع الله بك طيب فادي حداد من اليمن تفضل يا فادي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين من طين طين الطاء ليس فيها همس من طي طي وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بارك الله فيك يا فادي ونفع الله بك جزاك الله خير طيب حنين ثائر من العراق تفضلي يا حنين نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. حسبك يا حنين، جزاك الله خير، مخلص يعني. أكمل من الآية السادسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نفع الله بك. طيب يوسف لطفي تفضل. يوسف موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. وين؟ ألف لام ميم. ألف لام ميم. سورة السجدة يوسف. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع حتى تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. حسبك يوسف. حسبك بارك الله فيك. طيب أحمد مصطفى من ليبيا واصل. ذلك عالم الغيب والشهادة. من هنا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا أحمد ونفع الله بك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا نور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا
لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. من السماء والأرض يدبر الأمر من السماء والأرض. من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز بارك الله حسبك يا نور، جزاك الله خير. طيب إبراهيم، ذلك عالم الغيب والشهادة، من هنا يا إبراهيم من الجزائر، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفق فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك ونفع الله بك، جزاك الله خير. محمد لطفي من السعودية، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. بارك الله فيك شيخ محمد، حسبك ونفع الله بك، جزاك الله خير. طيب أنس البربري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. لا، يدبر الأمر. يدبر الأمر؟ أيوة.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. لا خلقه خلق خلقه خلقه أيوة خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا أنس ونفع الله بك. طيب إياد فراج من مصر، تفضل يا إياد. إياد موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا إياد. ألف لام لا، البسملة بداية الصورة واجبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم ما استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. جزاك الله حسبك يا إياد، جزاك الله خير. طيب حمزة واصل، تفضل يا حمزة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يدبر الأمر من السماء. الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم قدره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ثلاثة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا حمزة ونفع الله بك. طيب رقية عبد الله من السعودية، تفضلي يا رقية. رقية عبد الله موجودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك بل هو الحق من ربك. عندنا إدغام بغير غنة، اللام والراء إدغام بغير غنة. من ربك لتنذر قوما ما آتاهم ما من نذير. مش آتاهم، ما آتاهم ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. حسبك يا رقية. طيب حفصة، حفصة أكملي.
حفصة موجودة، حفصة عبد الله من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى ها حفص. ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو حق الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. حسبك يا حفصة، ما آتاهم، آتاهم وليست آتاهم. طيب محمد أيمن من ليبيا، تفضل يا محمد، تفضل. محمد موجود؟ محمد أيمن من ليبيا. طيب ريان لطفي من السعودية، تفضل يا ريان موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا ريان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. حسبك يا ريان، جزاك الله خير، بارك الله فيك ريان ونفع الله بك. طيب محمد أيمن من ليبيا، يدبر الأمر من السماء، تفضل يا محمد. السلام عليكم. محمد أيمن من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف لام ميم تنزيل الكتاب الإخفاء عندنا ساكنة وبعدها الزاي والزاي من حروف الإخفاء. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. حسبك، بارك الله فيك. طيب مهند نجيب من السعودية، تفضل يا مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مهند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق
خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بارك الله فيك، حسبك يا مهند، جزاك الله خير. طيب علي سلامة من مصر، يعني كامل واصل للثلاث آيات، اقرأ الثلاث آيات. علي سلامة، تفضل يا علي. علي موجود؟ علي سلامة من مصر موجود؟ طيب مريم عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. علي يلا تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بارك الله فيك يا شيخ علي. طيب مريم عبد الله من السعودية، تفضل يا مريم. مريم موجودة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. جزاك الله خير يا مريم، حسبك وبارك الله فيك. طيب عبادة من الجزائر، تفضل يا عبادة. عبادة من الجزائر. الله الذي خلق السماوات والأرض، تفضل يا عبادة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات. لا، ما في سبب أنك تمد أكثر من حركتين. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. حسبك يا عبادة، خلي هاجر تكمل الآية اللي بعدها. جزاك الله خير يا عبادة، معلش نظرا لضيق الوقت، يعني كل واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا هاجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. حسبك يا هاجر، بارك الله فيك. طيب عمر باموح، يعني آخر مشارك عمر باموح، ننتظر للبقية. طيب عمر باموح تفضل. البقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أغلق التلفاز واسمعني من الهاتف. أعوذ. طيب عندها مشكلة، نعتذر
بقية الإخوة والأخوات والأبناء والبنيات الذين لم يسعفنا وقت البرنامج لعرض تلاواتهم. مقال التلاوة الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سورة السجدة من الآية 10 إلى الآية 14، تابعوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. كما تابعتم معنا من الآية 10 إلى الآية 14، نعتذر طبعا لبقية المشاركين لعدم الاستطاعة والمقدرة لعرض تلاواتهم نظرا لضيق الوقت. كما تعلمون أن الوقت محدد، أن البرنامج محدد بوقت، لا نستطيع أن نتجاوز هذا الوقت، لكن إن شاء الله سنعدكم أن سنجد حل لهذه المشكلة ونحاول أن نعرض كل التلاوات بإذن الله تعالى. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا أنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا أنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمان.